نسمي إنه عزرايل. الخير يا عزرايل من عائلتنا ونحن مش عارفين. يا رب دخلك شوفي ناس معذبين ناس بهالدنيا. ايه بكره على نقصف اعمار. سمعتش؟ علقوا له المشنع ودايرين وراه ليسرقلوه وفتصوه قبل غياب بكره. لوميني موسى الخلاقه وكأمان. لشو موسى الخلاقه؟ بدي احلق شوان. بدك تحلقهم من سنين وسنين وانت تربي فيهم؟ ما طلعوا بلا مربى. ايش الخلاقه باربار؟ اتصوري رجالي ربي شوان مو ما يعرف شو ربي خلقه واصغر منه. منيح كرجلتي، اذا حلقت شواربك بشو بدك تروح تتجوز؟ بمنخوري. يا بنتي على هالقول المصفرن. تتناولين الموس وكأمي. خليك ناطرك بجد. هرب حصان المتسلمي وناطرك تساعده. وعايش في المساعدة. هلا هرب. ايه وانخلي يا مرات حب وان كان عندك بحي. ماشي سيرك بهربان. وكأمي واحد بيقتل واحد بيهرب واحد بيموت. واحد بياخد بالطار، واحد بيستغل الفوضى، واحد بيستخف بالقانون، واحد بيتشبه بالقاتل، واحد بيستسهل الفوضى، ومن واحد لواحد ما بيعود فيها الضيعه ولا واحد بيشيلوا لحد الليل. ايش عم تلقش تبربر؟ ضميري بيقول لي لازم سلم خيي محلو قبل غياب بكره. سلم من الموت؟ ايه قبل ما الموت يجر الموت. ولك ما محيوا خيي كل ما خلق كنت عدو. كأمي. ايش؟ حلق لو ما انت تجوزتي بي كنت انا ابني. وكيف ما كان؟ وكيف كنت ابني بس ما كان بي بي. ايه استطيع. يعني انت كنت تتمني يكون بي غير بي. ها؟ قول فيها وما فيها. طيب ولو كنت انا خلقت من غير بي كنت انا ابني مثل ما انا هلق ابني. لا. فإذا لو ما تكوني انت امي ولو ما يكون بيي بيي ما كنت انا وخيي مثل ما نحن هلا انا وخيي. وكيف لكن؟ لو ما يكون والي طرابلس والي علينا ولو ما يكون الشيخ فينيانوس متسلم علينا ما كنا نحن مثل ما نحن اليوم. او استاذ؟ طبعا كنا شعب ارشد. هلا متسلم طرابلس ومتسلم الكوره رجال وما ضعمتوا علينا؟ تمام. وإذا الولاد ما عرفوا شي طيعوا الأم والبيت بتصير تربية العيلة مثل تربية الشواربة. لك يقبروني شواربة قال بدي يحلقهم. ايه كأمي هلا إذا ابنك ما قالوا شوارب ما بتقبلوا وإذا كان ما قالوا طاعة كيف بتقبلوا؟ بيقبلوا بس بيقبلوا وبعيش معه غصب عني. كيف إذا لازم نسلم مهله أحسن ما نضطر نعيش بالبيت. هيني يعني هاتي ناوليني قصة مي هاتي ناوليني. بدك تحلق شواربك فيها؟ لا بدي اتغسل فيها. مين؟ حط الثاو. شريكي من مراقبين البيت. ارجوكي بالسلام انا رايح من الدور في البيت ده. بس حلقوا ونطلع الباب السوداء. ما بواب بيوتنا كأفندينا خلوا عتا أيامكم قبل زنودكم.